تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. سيداتي سادتي، نحن في الأعياد الميلادية المجيدة السعيدة، ونركز الأضواء على سيدتنا مريم العذراء. قد يتساءل بعض الناس، لماذا لم تخبر السيدة العذراء خطيبها المكتوب كتابه عليها أو كتابها عليه مار يوسف العفيف؟ لماذا لم تخبره بالحمل، هذا الحمل البطولي بارثينوجينيسيس كما نقول في اللغة اليونانية؟ القديس يوحنا فم الذهب رئيس أساقفة القسطنطينية يعطينا تفسيرا وتحليلا منطقيين، وقد وهب له الله عبقرية وبلاغة كبيرتين. يقول أن السيدة العذراء كانت واثقة كل الثقة بالعزة الإلهية، كما ستنشد: تبتهج روحي بالله مخلصي، تعظم نفسي الرب، لأنه صنع إلي أمورا عظيمة. إن العذراء التي هنأتها القديسة إليصابات بقولها لها: طوبى لك يا مريم لأنك آمنت أن ما بلغك من عند الرب سيتم، آمنت بتجسد الكلمة الإلهية في أحشائها الطاهرة، وآمنت طبعا أن العناية الإلهية ستدبر الأمور وستطلع القديس يوسف خطيبها العفيف على هذا الحمل. ما خافت ولا ارتعبت ولا تمنت لنفسها أن تكون في باطن الأرض من الأموات. طبعا هنا حسب الإنجيل الطاهر وحسب هذا المنطق اللاهوتي الذي تفضل به القديس يوحنا فم الذهب أو ذهبي الفم، أن العناية القدرة الإلهية القادرة أن تتجسد تستطيع أيضا وبحجة أولى أن تحيط سر التجسد هذا وسر هذا الحمل المعجز، أن تحيطه بالوقار والسترة والاحترام. سيداتي سادتي، هذا التوضيح كان عالية الشأن أو كما تقول العامة كثير الأهمية، حتى نفهم نفسية القديسة مريم دائمة البتولية العذراء. ها إن العذراء تحبل كما ورد في أشعياء 7:14، وهي تعرف أن المبادرة الإلهية التي بدأت في شخصها الحبيب العفيف ستتم على خير بأعظم ميلاد في التاريخ. وشكرا لإصغائكم.